تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة مع بداية هذا الأسبوع اللي نتمناه إن شاء الله يكون مليء بالإنجازات. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي من خلال برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. قبل ندخل في فقرات البرنامج اسمحوا لي بس أرحب بفريق العمل عندنا، نجاة السويدي في التنسيق، صباحك الله بالخير نجاة، وكل التحية للمبدع مخرجنا المتألق دائما نمر محمد عبده، سعد الله صباحك يا نمر. طبعا نمر عشرة عمر ما شاء الله، أتذكر أول ما دخلنا الإذاعة يعني كم سنة 98 يمكن، كنت أنا صغير وهو كان ضعيف ديك الأيام. زين الحين ما شاء الله يعني التهم فرائس كثيرة فصار يعني نمر 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 بعبي مكانه. صباحك الله بالخير دكتورة ندى الملة. صباح الورد، صباح الجمال، صباح الأحد اللي يحبك الأحد، أول يوم في الأسبوع نبدأ دائما أشد، نبدأ بطاقة إيجابية عشان يكون باقي الأسبوع عندنا جميل ولطيف. ترى والله تفكيرنا يوم الأحد لما يكون تفكيرنا إيجابي تلاقون الأسبوع يمشي أحلى، بس لما نبتدي الأحد بتحرطيم وشوها والأحد وتعب وكيف خلص الويكند بسرعة ما يمشي معكم الأسبوع مثل ما تحبون، فدائما ابتدوا بطاقة إيجابية. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب قبل ناخذ نشوف الزميلة اسم الجناح إذا بتكون معانا، خلينا نقرأ يعني هذا الخبر اللي موجود. يقول اكتشف باحثون من روسيا وفنلندا أن تسريع عملية تمثيل الجلايكوجين يؤدي إلى ارتفاع مستديم لمستوى السكر في الدم، وأن إعادته إلى المستوى الطبيعي ممكن باستخدام دواء ميتفورمين. هذا شو هذا الدواء؟ الدواء مال السكر اللي نعطك خط أول يعني الناس عندهم سكر، يعني اللي تو نبلش معه السكر. نعم. عموما الباحثون نشروا من معهد علم الخلايا التابع لأكاديمية العلوم الروسية وزملائهم من جامعة توركو الفنلندية نتائج الدراسة في المجلة البريطانية لعلوم الصيدلة. الباحثين استخدموا في دراستهم فئران برية ما تعاني من اضطراب عملية التمثيل الغذائي، وكذلك فئران مخبرية تنتج خلاياها العصبية فائض من نيوروبيبتايد واي. هذا شو هذا؟ هاي عبارة عن مادة تفرز في الجسم تسبب زيادة الوزن وتخلي زيادة الوزن مبكر، ويمهد أيضا لمرض السكري وغيره من المشكلات اللي ممكن ترتبط بالتمثيل الغذائي. اتضح للباحثين أن تراكم الدهون في أجسام الفئران اللي حصلت على الدواء كان أبطأ من لدى الفئران الأخرى، وأن خلايا الكبد لدى الفئران التي ما حصلت على الدواء كانت يعني بنية الجزيئات تبدو كأنما كانت تستخدم كمصدر لجزيئات الجلوكوز إضافة إلى جزيئات جديدة في مكانها. اتضح أن تناول الدواء أيضا يبطئ عملية إنتاج واستهلاك الجلوكوجين، وهذا على ما يبدو خفض مستوى الجلوكوز في دم الفئران. الباحثين أيضا استنتجوا أن تسريع عملية تمثيل الغذائي للجلوكوجين يمكن أن يزيد من احتمال ظهور حالة ما قبل السكري أو تفاقمها إذا كانت موجودة، وأن الدواء الميتفورمين زين يساعد في إعادة جزئيات الجلايكوجين إلى طبيعتها وبالتالي يخفض مستوى السكر في الدم. أيوة الدراسة كلها سامية طبية اليوم. لا هي الدراسة دكتورة تقول إنه يعني في مجال إن الواحد ممكن يخفض مستوى السكر في الدم
عن طريق هذا الاكتشاف. عن طريق هذا الاكتشاف شو يقول؟ يقول ان استخدام دواء الميتفورمين اللي هو دواء معروف والناس دائما تاخذه لما يكون عندهم مو بس للسكر، حتى للنساء اللي عندهم تكيسات على المبايض وبعض الامراض الاخرى ينعطى لهم الميتفورمين. الناس اللي عندهم بدايه ظهور السكر دائما نعطيهم حسب الدراسات العالميه ينعطى الميتفورمين كخط دفاع اول لتبطيء بطء يعني عمليه ظهور مرض السكري عندهم. فالدراسة هاي شو تقول؟ تقول إن لو نعطى الناس هالميتفورمين تخلي تمثيل الجلايكوجين أبطأ. الجلايكوجين هو عبارة عن مخزن الجلوكوز، يعني الجلوكوز لما يتخزن عندي يسويك جلايكوجين، لما الميتفورمين يخلي تجمع الجلايكوجين تمثيل الجلايكوجين أو استخدامه في الجسم بصورة أبطأ، بالتالي ما يخلي ارتفاع السكر الشديد يستوي عندي بالدم، بالتالي يخفض نسبة الإصابة بالسكري. فهذه فحوها الدراسة. طيب إذا يعني بالنسبة للمرأة الحامل ممكن تأخذ بعد هذا ال أول 3 شهور ما ينعطى طبعا، ولكن بعد 3 شهور حسب الحالة الطبية ممكن ينعطى إذا كانت عنده مؤشرات سكر. مؤشرات سكر حسب الحالة الطبية ممكن يوصف حسب توصية الطبيب النساء والولادة. طيب ننتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي. معانا عبر الهاتف الزميلة أسماء الجناحي، بتعطينا جولة سريعة على أهم ما تم تداوله وسيتم تداوله إن شاء الله في الأيام القادمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور سرور أخوي محمود. أهلاً يا أسماء. بس نعطيكم جولة بالأشياء اللي صارت في الويكند. ما شاء الله الويكند كان حافل. من ضمن الأشياء اللي صارت هي تحدي السعادة، واللي كان مشارك فيه موظفين من الجهات الحكومية وأيضا من المجتمع في هذا التحدي، وكان ضمن فعاليات السعادة اللي كانت موجودة خلال الويكند. نعم. أيضا من ضمن بعض النصائح اللي كنا نحن مركزين عليها في عطلة نهاية الأسبوع، اللي هي النصائح 12 حقيقة علمية عن قلب الإنسان، وفيها كان الكثير مثل الانفوجرافيك في بعض المعلومات المهمة واللي يجهلها كثير حول العالم عن أهم الأشياء اللي موجودة في القلب. غير هذا فريقنا الطبي كان مشارك أيضا بفعاليات تحدي السعادة، وكان لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للجمهور متواجد في الحدث، وكان الحدث عبارة عن يومين. من ضمن النصائح كنا نحط بعض النصائح وكنا أخذ رأي الجمهور عن كلمة يقولونها للمخاوف قبل توديعها. فكان في بعض التفاعل الجميل على الانستغرام، ونتمنى الجميع يدخل ويشارك على صورة أودع مخاوفي. جميل. ننوه أيضا الجمهور أن هناك المسح الصحي الوطني في دولة الإمارات، هي مبادرة أطلقتها وزارة الصحة مع كل الجهات الصحية في الدولة وأيضا الجهات المختصة بالإحصائيات، لتحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان في دولة الإمارات وقياس مؤشرات الأداء الصحية، ومنها دعم الاستراتيجيات استراتيجية التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة كامل، وأيضا هذا بالتعاون أيضا مع منظمة الصحة العالمية. فاحتمال كبير الأشخاص يشوفون ناس بيقول عليهم الباب يأخذون منهم بعض البيانات لا يخافون، لكن لازم يشوفون يتأكدون من بطاقتهم الصحية، وأيضا أنهم مرخصين من وزارة الصحة أو من هيئة الصحة أو من هيئة الصحة الوطنية. صحيح. ونختمها بالرسالة الصباحية. كثرة التذمر من يوم الأحد لن يغير الواقع ولا اليوم، ولكن سيجعلك تبدأ أسبوع عملك بسلبية أكبر وبحماس أقل، فلا تتذمرون وبشكل طاقة سلبية. صحيح صحيح. شكرا لك يا أسماء. نهارك سعيد يا أسماء. إذن كانت معنا أسماء الجناحي عبر الهاتف. نحن بنطلع فاصل مستمعين، إن شاء الله بعد الفاصل عندنا موضوع يعني ما تكلم فيه عن الغذاء والنمو والتطور. نعم. هذه القضية اللي تشغل العلماء، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة
نور دبي. أرقام التواصل معنا الدكتورة على 600-551-1414 والرسائل النصية على 4006، موجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. سلامي دكتورة ندى أستاذة في الشرح، شكراً لك ولك. ما أدري زي سيف الهرمود يقول في الويكند نبغى نسهر ما نقدر نكمل ليه الساعة واحدة في الليل أو ثنتين خيبة، لكن أيام الأسبوع عادي الواحد يتم ليه 3:30. شو السبب؟ هل في سبب؟ لأن في الويكند من أوصل البيت من أبدأ أشوف التلفزيون أحس أني برقد في أي لحظة عكس أيام الأسبوع. صبحكم الله بالخير. لا وزيدك، سبحان الله لو راقد إن شاء الله 20 ساعة، رقدت هذه ما بين يعني الساعة 6 لين الساعة 9، هذه تسوى كل الرقاد اللي رقدت في الليل. بالضبط صحيح والله. تحس أنت بعد نفس الشيء؟ إيه. هو هالساعات الثمين هالذهبية. معناته تنامين الساعة 9. إيه أنا نمت 8:30 الله يخليك. 8:30 هاك اليوم. إيه زين. ليش؟ الشيطان يقص عليك. الشيطان ها؟ تيدد وصل ركعتين. تتنشط. لا إن شاء الله ودعي دعاء شو اسمه. وليش تسوون الساعة 3 الفير؟ ليش؟ مو بزين، يأثر على عمل أنظمة الجسم. طيب عموما بنصير الموضوع يعني قضية اللي هي الخاصة بالنمو والتطور، هذه القضية الأساسية لعلماء وخبراء التغذية والتغذية العلاجية، أيضا هي المحور الأساسي لبناء الجسم السليم في مقاومة الأمراض. يمكن هذه لها علاقة بالنوم بعد، لأن الأكل يأثر بشكل أو بآخر على النوم. لذلك تشهد العواصم والمدن الكبرى من آن إلى آخر العديد من المؤتمرات المتخصصة اللي تطرحها بشكل تفاعلي ومتواصل لهذه القضية وكل ما يتصل بها من إشكاليات صحية يواجهها الإنسان. آخر هذه المؤتمرات هو المؤتمر الدولي للنمو والتطور اللي شهدته دبي مؤخرا، ولكن بعيدا عن المؤتمر نفسه تظل القضية هي نفسها كما ذكرنا مطروحة، فيها العديد من التساؤلات حول مستقبل الإنسان الصحي والاختلاف في أنماط الحياة المعيشية. الحديث عن هالموضوع يسرنا يكون معانا عن طريق الهاتف الأستاذة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذة وفاء. صباحك ورد وكله ياسمين. أنت محمود، أهلا وسهلا. أهلا دكتورة. دكتورة، أهمية النمو السليم وتحقيق الصحة الجسدية لأفراد المجتمع في جميع مراحل الحياة هذه شغلة مهمة جدا نحاول نركز عليها بشكل أو بآخر، فخبرين عن يعني الأمور الخاصة بهذا النمو وتحقيق الصحة الجسدية. صحيح، طبعا المؤتمر تبع النمو والتطور تغطى كثير أشياء، التغذية من المهد إلى الكبار السن، وكيف الإنسان ممكن يكون عنده وقت اللحد خلاص بعد بيأكل الدود عليك الزعوات إنه كيف الإنسان ممكن ينمو، الطفل ينمو بصورة صحيحة ويتلاشى الأمراض، وخصوصا الأمراض اللي عم تتناولها الآن إنها دخلت الجينات، وكان في كتير متحدثين تكلموا عن دور الجينات في عمل أو في إمكانية الإنسان يعني يكون عنده صحة وسلامته لغاية ما يكبر في السن. كان في أكثر من ورشة عمل. أنا من الأشياء اللي تطرقت لها كانت على أهمية الأوميجا 3 بالنسبة للإنسان وشو دورها بالنسبة للأمراض وحمايتها، وكمان طبعا لأنه كثير ناس فتعت أنه الأحماض الأمينية اللي هي نوع من أنواع الأوميجا 3 اللي لها دور حيوي في جسمنا، لأن جسمنا ما بينتجها لازم يحصل عليها عن طريق الغذاء ومن المكملات الغذائية، وركزت عليها. إضافة إلى أن كان في ورشة عمل عن كيفية حساب الكربوهيدرات للأطفال اللي عندهم سكر النوع الأول. كان في الدكتورة سناء يوسف تكلمت على الجيناتكس والإبي جيناتكس اللي هي هلأ الآن واللي إحنا كمان كنا فيها في الانوفيشن ويك صحيح ومركزين عليها كهيئة صحة دبي. فكان في دور فعال في توضيح كيف الإبيجيناتكس بتشتغل في جسم الإنسان وكيف إلها دور في خلينا نقول كفانكشنال كدور التغذية كوظيفي وليس فقط كدعم. نعم أستاذة وفاء، ذكري دور الأوميجا 3 وأنت تركزت على دوره جدا. طبعا هذا يودينا لمرحلة الحمل أو في الأجنة. دور الأوميجا 3 وأهمية النمو السليم بشكل عام في مرحلة تطوير الجنين. يا الله أنا حكيتها على هذا بالتحديد. نعم صحيح.
الأحماض الأمينية هي مكملات غذائية بالغة الأهمية للأطفال والرضع، ودوره مهم جدا في عملية النمو السليم للدماغ خلال المرحلة الجنينية في رحم الأم، وهذا صحيح لأنها بتلعب دور لا يقل أهمية بالنسبة للأطفال لما يعني بينولدوا. إذا ما كان في كفاية من الأوميجا 3 بيصير في عندهم صعوبات في التعلم، اضطرابات في التركيز، اضطرابات في السلوك، وطبعا استهلاك الكمية الكافية من الأوميجا 3 بتساهم في تحسين حالتهم. أيضا نقص الأحماض الأمينية والدهنية في الأوميجا 3 إحدى العوامل اللي بتخلي يصير في أنماط غذائية غريبة بتؤدي الأصابة العديد من الأمراض، يعني زي السكتة الدماغية، مرضى السكر البالغين وغيرها، لأنها خاصة في عملية ضغط الدم، حرارة الجسم، الأورام، تخثر الدم، أمراض الحساسية. وتخيلي أنت أنه في ناس كتير يعني حتى طرقوا، في ناس سألوني أسئلة، أنا واحدة من الناس ما بأكل أسماك لأنه المركز الرئيسي لحصولك على كفايتك من أوميجا 3 هي الأسماك المدهنة زي السلمون والسردين والتونة. شو أسوي؟ فأنا طبعا قلت لهم أنه الأساس أنك أنت تاخد الفينيجر مع زيت زيتون. ليش؟ لأن زيت زيتون هو اللي بيورد الألفا لينوليك أسيد اللي هي إحدى أساسيات الأحماض الأمينية اللي جسمنا ما بيكونها، وتخليك تكوني الحمضين الأمينيين الضروريين اللي تعرفيهم طبعا DHA والRHA اللي هم EHA والDHA اللي هم إنهم خاص في عملية إنه تعطيل المقاومة ضد السرطان واللي تعطيل المقاومة ضد الأمراض المناعية والتحسس وغيرها. صحيح جميل. هني الدكتورة أن يقول أخوي محمود الدكتورة ندى قرأت في صحفنا إحصائيات تقول أن نسبة كبيرة من أطفالنا يعانون السكري والسمنة وتسوس الأسنان وسلوكيات غير صحية، فاقترح على الهيئة بعمل منهج صحي لتوعية أطفالنا من الصف الأول إلى الرابع ابتدائي عن أسلوب الحياة الصحية والنظافة الجسدية وأضرار الطعام غير الصحي كالأطعمة السريعة والمشروبات الغازية، أهمية الرياضة بأسلوب بسيط وشيق. فأرجو منكم نقل اقتراحي للهيئة. دكتور أنتو يعني هذا أنتو عندكم برامج معينة ما نتعرف عليها إن شاء الله بعد ما نخلص هذا المحور الخاص بالنمو، هذا يقودنا لي أن البعض يستبعد فكرة النمو والتطور مع تقدم العمر وبالتالي يهمل الغذاء السليم، فأبغي رأيك في هذا الموضوع. أكيد رأيي 100%. أنت الأساس إذا تعمل مناعة طبعا. هلأ خليني أقول شغلة، تعرف أنه في نقص فيتامين د اللي هو كتير موجود في عالمنا العربي والشرق الأوسط بالعموم، واكتشفت WHO منظمة الصحة العالمية خلال دراسة عملتها بسيطة على العلاقة ما بين فيتامين د نقصه وسكر النوع الأول خصوصا عند أثناء الحمل. وفعلا نتائج أثبتت أن المرأة الحامل حتى لو ما عندها سكر ولا أبوها ولا أي حدا من العائلة، يعني الجينات ما إلها دور، وبيجي هي بيكون عندها نقص فيتامين د أثناء الحمل، وطبعا هذا يؤدي إلى أصلا تغذيتها غير جيدة، أدى إلى أن يكون الطفل ممكن ينولد عنده البنكرياس غير فعال ويصير عنده سكر النوع الأول. يعني سيمبل، إشي بسيط اللي هو فيتامين د. وبالتالي نعم، أي تغذية غير صحيحة وغير سليمة ولا تحتوي على جميع العناصر الغذائية اللي الجسم ما بيحتاجها اللي هي الأساسيات الكربوهيدرات والبروتينات والدهون كأساس والفيتامينات والمعادن ككميات بسيطة. شوف كمياتها بسيطة لكن دورها في جسمنا كتير قوي. صحيح. طبعا إلها تأثير أكيد. دكتورة فاء، تعطينا الحين بعض الخدمات اللي تقدمونها في قسم التغذية السريرية اللي تساهم في أن يكون الناس عندهم تطور نمو سليم، تغذية سليمة وغيرها. إضافة لوجودنا بالمدارس والجامعات وحتى المراكز، أنت مراكز صحيح، المراكز حتى لما يكون في ترجمات مثلا أي أكتيفيتي في الحكومات، إحنا بتلاقينا إن دور فعال في عملية تقييم والوضع التغذوي لدى الأشخاص. نعملهم أسسمنت كامل ونشيك عليهم ونعطيهم الوعي، هذا واحد. اثنين، عندنا مبادرات تهدف إلى زيادة الوعي التغذوي. واحدة بدأنا في الحضانة، وأنا طبعا محمود قبل هيك استضافني مشكورا في برنامجكم معاكي عن دور الحضانات، وعملنا منهاج لمدة 22 أسبوع يتضمن تغذية ورياضة للأطفال. أنت تعرف الأطفال في الحضانة بيجوا من يعني عمرهم 45 يوم وما فوق لقبل سنتين، فعملنا منهاج تعليمي للمدرسين وللأهالي
عن التغذية والرياضة، وعملنا ألعاب للأطفال في هالعمر، صار في عمر 6 شهور 19 سنة بيكون الفيجن يعني العينين الأكثر انتراكشن معاكي. هاي واحد. اثنين، عملنا عيش الصحة في المدارس، برنامج تغذوي كامل يهدف إلى تعزيز الغذاء المتوازن مع شرب الماء، وهذا كان للمراهقين لأن معظمهم عندهم فقر دم وعندهم نقص الوزن أو زيادة الوزن، وأيضا متواجدين. وعملنا تقريبا ما يقارب توعية ل 44 ألف طالب السنة اللي فاتت. جميل، إن شاء الله. طيب. إضافة إلى أنه عندنا سمكة بطوني اللي هي طبعا هلأ صرنا بلشنا بشهر 11 السنة اللي فاتت، كان شخص واحد، الآن عندنا 190 ألف شخص نزل التطبيق. الآن حيتم وضع سمكة بطوني في المكتبات، اتفقنا مع المكتبات دبي العامة، وحيكون في حلقة قراءة لأنه إحنا ندعم القراءة، حيكون في حدا في المكتبة يعمل حلقة يحكي فيها القصة تبع سمكة بطوني للمرتدين المكتبات. ممتاز. طيب دكتورة، يعني ساعات لما الواحد يتحدث مع أهله مع الناس اللي حواليه على موضوع إن يعني كل أكل زين زين، حاول إنك أنت ما تطرق لمثل المأكولات الغير صحية ولا كذا، يعني أول ردي أخي ذبحتنا لا كل أكل سليم ما أدري شو آخر شيء شو بتسوي يعني. هني أهمية مسألة إن النمو السليم يكون مرتبط بالغذاء السليم بالوقاية من العديد من الأمراض، لأن دائما نحن عندنا المقولة الرئيسية اللي تقول أن المعدة بيت الداء، دائما اللي الدخلة في بطنك زين هو اللي بيطلع في صحتك زين. فهذه مسألة يمكن البعض يشوف أن نحن مبالغين فيها. لا احنا مش مبالغين فيها، بدليل اذا انت تتذكر زمان من جدتك وجدك وجدتي ما كان عندهم الامراض الموجوده الان. صحيح. انت تطلع الان الامراض العدد النسب كتير عالي، ليه؟ لانهم كانوا نشطين وكانوا ياكلوا كل شيء، وكان في اوقات منظمه للاكل، كان في الاكل مع كل العائله على الاقل وجبتين في اليوم. هلا ما بيسمعوا الاهالي على مائده واحده، المعظم بياكل اكل من برا، الأكل البيت أكيد كتير قليل لما يتاكل. وإحنا نقولهم يا جماعة نتكلم على تغذية سليمة، إحنا ما نقول إن لازم إن الأكل يكون ماسخ ما له طعم ولا لون ولا رائحة، لا، أكل البيت لكن الكمية تكون مدروسة، ونتأكد إنه أنا عم ناخد سلطة، عم ناخد يوم لحمة يوم سمك يوم دجاج، مش كل يوم لحم لأنه بيؤدي إلى النقرس، مش كل يوم مثلا بس خضار وما في لا لحوم ولا كذا بيؤدي إلى فقر دم، نقص فيتامين بي 12 اللي هلأ كتير منتشر. صحيح. اطلعوا على الحوي ويلعبوا كرة قدم زي زمان، أو يلعبوا بسكليت، تتذكر أول كان كل اللعب برا في الشوارع، فما كان إنه نقص فيتامين دال. الآن قليل، يا أما بلاي ستيشن يا أما على الآيفونات يا أما على التلفونات، قاعدين كله إلكترونيك داخل، لكن ما في حد عم يلعب برا، وبالتالي ما عم نصير لي، لأن الأساس في تكوين فيتامين دال هو الجلد. بالضبط. لازم تعرض للشمس مع بعض كمية بسيطة من الأكل. فإحنا ما نقول يا جماعة لا كل أكلك، لكن كله بذكاء. جميل. الذكاء هو في الطبق الصحي اللي هو يكون مكون من طبعا نص الطبق يكون خضار وفواكه تزيده طبعا، والنص الثاني يكون موزع ما بين اللحم سمك دجاج بيض أجبان ألبان. جميل. والنص الثاني اللي هو العيش والبطاطا المعكرونة، يعني ربع بربع بنص، النص يكون خضار وفواكه. وطبعا عندك الألبان، الأجبان برا يعني الروب لازم مع الفطور او الغداء او العشاء، يعني حليب الصبح وروب غداء وعشاء. ليش؟ لانه اولا يسهل في تحسين المعده لانه وجود البكتيريا الجيده فيه، بيساعد على عمليه الهضم، وايضا يذيب الشحوم المختزنه في البطن. جميل والله دكتورة فاء، كلامك دائما دائما يعني ايجابي. شوفي ما شلتي اي عنصر غذائي، قلت كيلو، ولكن قسم الطبق حسب الطبق الصحي، يعني حتى الحلو. نعم ندى، دكتورة ندى، حتى الحلو ما عندي مشكلة إني أنا أكل الجيمات، ولكن ما أكون صحن فيه 15 حبة. يأتي على العوق لجيمات، قلت يا أول شيء دكتورة. يعني أنا بحبها. كل ما أنا بحبه.
انزل الحين اخر شغله دكتوره قبل لا اختم معاك، يعني يعني نصيحه تبغين توجهينها للجمهور وللمستمعين بشكل عام عن مساله الاهتمام بالغذاء والنمو والتطور، كيف الواحد يهتم بغذائه يؤدي الى النمو والتطور بشكل سليم. طبعا يعني انا بشكرك محمود لانه انت بتصير ندى برنامجكم لحاله كفايه انه يبث الثقافه والوعي للجمهور بطريقه ايجابيه، لانه انتم اثنين ما شاء الله عليكم، هاي شهادة فيكم مجروحه. ولكن انا مني للناس اقول يا جماعه اطلعوا حواليكم شوفوا الامراض اللي عماله تنظر، لانه احنا اتجهنا للاطعمه المعلبه، الاطعمه المصنعه، بعدنا كثير عن اجواء المنزليه انه نكون في البيت مع العائله نطبخ الاكل تبعنا وناكله. صحيح. استمتع في الاكل، الاكل هذا هبه من الله، في ناس محرومين ياكلوه، ولكن خلي عندي توازن في عمليه الاكل واختيار الاكل اللي اكله، وحتى لو بدي احلي خلي متاحه بعد ما اخذ الغداء على الفوالة العصر اللي احنا متعودين عليها يكون في مساحة ما اكل حتى الاشباع. صح. وبعدين اجي اخذ الفوالة، انا هون عم بزيد سعرات حرارية، يعني بالاخر هي عملية حساب بسيطة، شو باكل وشو بحرق. جميل. واستمتع لان الحياة جميلة وقصيرة، استمتعها بانه يكون جسمك جميل بغذائك الصحي. عندي نمر يقول ما في وقت، اقول يعني اللي يقول لي دائما ما عندي وقت دكتورة، يعني مهما كانت مشاغلك، مهما كانت الأمور اللي عندك في حياتك، انزين تعال احسبها، إذا في رؤساء دول وش اسمه وزراء عندهم نفس الوقت اللي عندك أنت، انزين نفس الوقت، ولكنهم ضغوطات الحياة أكبر عليهم، لكنهم يهتمون بصحتهم، يهتمون بممارسة الرياضة، هي عملية تنظيم الوقت وليس إن ما في وقت، تنظيم الوقت دائما. صحيح. يقولوا والله العيال يدرسون الساعة 4 يطلعون من المدارس، أنت عيال الساعة كم يطلعون من المدرسة؟ الساعة 3:30 تقريبا. في وقت، في يعني إذا خلي عيالكم يكونون معاكم في الرياضة اللي تسوونها. أنا ألعب دائما مع عيالي كرة قدم العصر دائما، صح كرة قدم هم دائما يفوزون بس لازم نلعب يعني. زين الحين عصب قال انت اللي طفت الوقت الحين، لأنه لازم نطلع فاصل. لازم نطلع فاصل. شكرا لك دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي، كانت معنا عبر الهاتف، تحدثنا عن الغذاء والنمو والتطور، هذه القضية التي تشغل العلماء. بعد الفاصل ان شاء الله بيكون عندنا موضوع عن ارتقاء جميع منشآت الهيئة للمستوى السادس في مؤشر همس مع الأستاذ قاسم. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا 600-551-414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. يقول ببرعي أخوي بيوسف كل منيح ونام بكير، أصحى بكير وشوف الصحة إيش بتصير. اختصرت ببرعي صراحة أحسن حكمة. إنزين أفضل طريقة لترسيخ شعار الحياة الصحية في الأطفال هو بتدريس مادة التوعية الصحية للأطفال، وفي اعتقادي مع احترام الدكتورة وفاء أن عمل منهج صحي أكثر فائدة من المبادرات التي تدوم لأسبوع أو أسبوعين، والدليل زيادة نسبة الأمراض بين الأطفال رغم هذه المبادرات، وإدخال منهج صحي للأطفال ضمن منهجهم الدراسي سيساعد في توعيتهم، وعندما سيقومون بتوعية أطفالهم، أما الاعتماد على الوالدين فلا فائدة منها. عبد الله نص كلامك صح نص كلامك محتاج. ليش لا فائدة اعتماد على الوالدين لا فائدة منها؟ هذا واحد. اثنين المبادرات اللي تحدثت عنها وفا هي مبادرات يعني مو مال أسبوع أسبوعين دكتورة، هي مبادرات مستمرة لمدة يعني سنة وفي فصول دراسية وهي مستمرة. ثلاثة المنهج، انزين المنهج الصحي يا ليت والله نحن نتمنى يكون في تعاون ما بين وزارة التعليم ووزارة الصحة في عملية يعني إيجاد منهج يدرس للطلبة بهذا الشكل. ذكر أيام المدارس كانوا يعطونا نحن الحين ما أدري أنا والله ما أدري على 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 مناهج الأطفال هل في كانوا يعطونا شغلات عن الخضار وعن كذا وعن الفيتامينات وعن هذه الأشياء موجودة للحين ولا موجودة ضمحهم بس ما أعرف شو
أي جزء من منهجي موجودة فيه موجود عن الحياة الصحية. والدليل أن ولدي يجي البيت يقول مدرسة قالت أن البطاطا المقلي غير صحي لازم يستبدلها بالبطاطا المشوي بالفرن، هو يقول لي يعني، فأكيد موجود في المنهج بس ما أعرف أي جزء منهج. طيب عموما هذا اقتراح قلنا على الهوى، إن شاء الله يكون في تعاون، إذا ما كان في تعاون أصلا، بس أنا أعتقد أن هنالك يعني العديد من المواضيع المطروحة في هذا المجال ضمن المناهج الدراسية. ناخذ موضوع ارتقاء جميع منشآت الهيئة المستوى السادس، حيث حققت منشآت هيئة الصحة بدبي قفزة نوعية غير مسبوقة بوصولها كافة لمستوى السادس ضمن معيار همس، وذلك في وقت قياسي يحسب للهيئة أيضا. ويشير أيضا دكتورة لشو للتطور السريع اللي تشهده على مستوى تقنية المعلومات والوسائل الذكية والبرامج المتقدمة التي تستهدف إلى تحسين رحلة المتعامدين والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوفيرها وفق أحدث التجهيزات والمعايير المعمول بها عالميا. تذكرين أول ما أطلقنا سلامة؟ أتذكر وايد ملاحظات وشكاوى والعيادات تتأخر وما أدري كذا. صحيح. الحين ما شاء الله الحين وضع أمن مستتب، الوضع مرتب ما شاء الله، الناس تشوف أن أمورها تخلص أسرع، حتى الدكاترة شافوا أن الوضع صار أفضل من قبل. طيب نحن ما نتكلم عن هذا الموضوع، معانا في الاستوديو الأستاذ قاسم أبو طنهش هامطش. شفتي مدير سامحني تفت قاسم، انا متعمد ابغيها هي تقول الاسم زين. طبعا استاذ قاسم ابو هنطش مدير برنامج سلامه اداره تقنيه المعلومات في صحه دبي. صباحك الله بالخير. صباح النور، شكرا لاستضافتكم لي في البرنامج الشيء. هلا اخوي قاسم، نورت الاستوديو بعد ما دائما كنت معانا على ارض الواقع ارض المعركه. نعم. انت اليوم معانا على الهواء. اول شيء نفهم الناس شو يعني مؤشر همس وشو يعني وصولا للمستوى السادس. الحمد لله بعد إطلاق برنامج سلامة انتقلنا من المؤشر، مؤشر همز يعتمد على 7 مراحل. نعم. كل مرحلة تمثل مدى تطبيق الهيئة للإلكترونيك ميديكال ريكورد وهو الملف الطبي الإلكتروني. نحن قبل سلامة لما كنا على برنامج سام كنا على الستيج 2 أو المرحلة 2. نعم. الآن نحن الحمد لله بعد تطبيق سلامة جميع منشآت الهيئة راحت على مستوى 6. هذا يعني أن جميع العاملين بالقطاع الصحي والإدخال المرضى تقريبا بنسبة عالية تقريبا قرابة 100% ما فيها ورقية. نعم. كلها أصبحت إلكترونية. هذا يدعم أهم شيء في 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 استراتيجية الصحة هيئة الصحة بدبي وهو سلامة المرضى. أهم شيء عندك patient safety. صحيح. بحيث إنه لا يكون في أخطاء لما تدخل معلومات إلكترونيا من الأجهزة ومن بدون استخدام الأوراق أو بدون إدخالها مانيول يؤدي إلى أنك أنت تقليل أخطاء طبية وتقليل معلوماتها. صحيح. في مستوى أعلى من 6-7 إن شاء الله. 7 نحن نرتقي له بعد تكملتك لمستوى 6 لازم يكون عندك سنة كاملة بحيث أنك تقدم على 7، ولازم يعتمد على أكثر شيء راح يكون مدى أطباء والكادر الطبي استخدامهم للنظام بحيث أنك تسوي دراسات لتحسين الريزلتس أو الأوتكمز اللي حاصلة بالنسبة للتشخيص الطبي. يعني الموضوع يعتمد على الأطباء. نحن تقنية المعلومات قدمنا كل ما لدينا بحيث أن هيئنا الصحة هيئة الصحة بدبي أنها تكون جاهزة ل6. طيب نحن قلنا في بداية المقدمة هذه أن الموضوع تحقق في وقت قياسي. نعم. إنزين شو يعني وقت قياس؟ كم المفروض كان يكون وقت قياسي؟ انتقلنا من مرحلة 2 إلى مرحلة 6 فور اطلقنا لبرنامج السلامة. احنا اطلقنا برنامج السلامة في شهر 4 في مستشفى راشد وشهر 8 في مستشفى دبي. كان بامكاننا احنا نحصل هم 6 في مستشفى راشد. نعم. في خلال يعني الاسبوع بعد الاطلاق. نعم. لكن حتى وصلوا الجماعة المدققين والهذا طلعنا خلصنا دبي وراشد بالاضافة الى البرشة في. نعم. وقت قياسي مع العيادات الصحية مع العيادات الطبية جميع العيادات الأولية في هيئة الصحة في دبي معا طلعوا ستيج 6. جميل. أستاذ قاسم تكلمنا عن شو التقنيات المستخدمة في هيئة الصحة بشكل عام؟ تقنيات من ناحية الطبية من ناحية الطبية أو في الخدمات المساندة أو غيرها. نحن
في عندك عدة تقنيات مختلفة من ناحية ربط الأجهزة الطبية في السلامة. نحن شغالين إن احنا نزيد أضيف أجهزة أخرى أيضا بحيث أنها تشمل جميع الأجهزة الموجودة. نعم. من التقنيات الموجودة في عندك أفضل نظام للأشعة بالإضافة. نعم. أفضل الأنظمة وهو أقفى بالإضافة إلى نظام المختبرات سانكويست بالإضافة إلى الكارديولوجي سي باكس أيضا في أقفى. جميل. طيب الحين بالنسبة للمتعاملين كيف راح يستفيدوا من هذه التقنيات؟ كيف راح هذه التقنيات تأثر على جودة الخدمات اللي موجودة عندنا؟ المتعاملين في الوقت الحالي نحن بنركز على أن أول زيارة لهم خاصة مثل ما قلتي في أول ما بدأ سلامة كان في لسه نظام جديد الأشياء هذه كان فترة الانتظار أطول. ليش؟ لأن نحن حدثنا جميع معلوماتهم. الآن أصبح المتعامل مدام ملفه أصبح كامل ودخل جميع المعلومات وتم تحديثها بحيث أنها يكون عندك ملف موحد ممكن تدخل فيه في جميع مرافق الهيئة عندك جميع معلوماتك موجودة كل التاريخ الخاص بك موجود وتم نقله لملفك للسلامة. أصبح لا يوجد هناك مجال للخطأ بحيث أنك أنت إذا عندك أي تفاعلات أو أي يعني ألرجيز أو شغلة من ناحية هذا إنها موجودة كلها مو بلازم. أول لما كان عندنا الملف الورقي كان الطبيب ولا العام الأخصائيين في القطاع الصحي يجب أنه يقروا الملف كامل من أول لآخر. الآن أصبح عندك بوب أبس يعني بيطلع لك إذا في حال أنه والله حد عنده أي ألرجيز للأسبرين ولا أي شيء أخرى في حال إذا الطبيب وصف له إياها عن طريق بعدم انتباهه شيء يطلع لك عندك رسالة تقول لك انذار يطلع لك. نعم. أهم شيء فيها جميع الأشياء هاي هو سلامة المرضى. بالضبط. ومحمود أشدد على هالنقطة بما أني طبيبة وكل يوم أشوف مرضاي في العيادة فعلا نظام سلامة فعلا قلل نسبة الأخطاء الطبية وساعد الطبيب جدا في اتخاذ القرارات الطبية. أي شيء تطلبه للمريض يطلع لك في نوافذ تطلع لك نوافذ تذكرك بضرورة أن أنت تطلب فحوصات معينة للمريض. مثلا ممكن الطبيب يكون يسهى عن باله أن المريض مثلا في عمر إن امرأة في عمر 40 لازم تطلب لها ماموغرام. النظام نفسه يذكرك إنها في عمر 40 ولازم تطلب لها تحليل ماموغرام تطلب لها تحليل فلاني والفلاني. فهذه حسن السكري كمان أيضا فحص العيون فيعطي جودة أفضل للخدمات الطبية اللي هي موجودة. زي إحنا الحين ما شاء الله طبعا استخدام السلامة اليومي نحس إن سلامة هو التوب أفضل شيء. نعم. والحين وصلنا همز 6 حق همز 7 في تغييرات بتدخل في السلامة في أبجريد تطوير في أبجريد. إحنا إن شاء الله وضعنا خطة للأبجريد بإذن الله نمشي فيها بحيث إن إحنا نروح لآخر نسخة من نظام أبيك. نعم. بالإضافة إلى إضافة أجهزة طبية الإضافية بحيث إنك تدخل في النظام دارك بدون دخل المطر. ففي عملية ترقية دائمة بالإضافة إلى نحن نعيد دراسة جميع الإجراءات العمل اللي موجودة بحيث أن نقلل من الإجراءات ونحسنها ونخليها ذكية. بالضبط صحيح. وفي الأجهزة الذكية حنستخدمها كل يوم في جهاز تخطيط القلب وأخذ مؤشرات الحيوية هاي كلها بتتم ربطها بسلامة بحيث أوتوماتيكلي تدخل كل المعلومات هذه في النظام وما في داعي يدخل أي شيء يدويا مع تطور إن شاء الله سلامة. هني نبغي نذكر بمسألة أن هنالك تطبيق صحتي وأيضا تطبيق اسمه ماي تشارت. نعم. إنزين تم وصلهم مع بعض جاري وصلهم في الوقت الحالي. نحن في مرحلة انتقالية بحيث أن يكون عندك ونافذة موحدة. نعم. لجميع المعاملات الخاصة في بالمريض. طيب عشان الواحد بس يسجل ويعرف كيف يطلع على ملف الإلكتروني ياريتكم تخبرونا بس عن الإجراءات المتبعة فيها. إذا لم يتم تسجيل المريض نحن ننصحه لازم يقوم بزيارة المركز ضروري جدا من أجل أنه يعرف عن نفسه. أوكي. سيتم إعطائه كود يدخل كود داخل هذا بعطيه طريقة خاصية الولوج لهذا. بعدين بإمكانه يضيف أيضا عدد من أفراد الأسرة. صحيح. بعد هذا لازم يسويها هو نفسه بس لا تتم بزيارة مركز صحي. في عندكم هناك ناس موجودين في المراكز الصحية ممكن إذا يعني أحيانا في كبار السن في ناس ما عندهم إمكانية أن يتعاملوا مع التقنية بشكل كبير ممكن حد يساعدهم. نعم. موظفي السجلات الطبية يعرفون محمود هالنقطة والورقة مفصلة ومشروح فيها كل شيء ممكن يسألوا
موظف سجلات أو موظف الاستقبال يقدرون يساعدون. أو حتى في إثبات حالة أنك أنت قريب للشخص هذا وهو كبير في السن كل شيء أظن التسهيلات موجودة. طيب الفوائد الكبيرة اللي بيحصلها من خلال يعني وجود هذا التطبيق عنده فوائد كبيرة، الذكرى بالمواعيد، الذكرى بأمور كثيرة. يا ليت تعطونا بس شي فكرة سريعة شو اللي ممكن يشوفها. طبعا وجود مثل هالتطبيق اللي يخلي المريض تقلل زياراته إلى المنشآت الصحية، وإحنا دائما نشدد أن المريض لازم لا يزور المنشأة الصحية إلا في حالة المرض، لأن كل دخل لكم للمنشأة الصحية فأنتم تتعرضون للفيروسات والبكتيريا الموجودة في هالمنشأة الصحية، بالتالي ممكن تصابون بعض الأمراض. فمثلا أنك تشوف نتائج تحاليلك، تشوف طلبات التحاليل، مواعيدك القادمة، نتائج الأشعة وغيرها، كلها تكون موجودة عندك على الجهاز، بالتالي ما تضطر تروح وتتري الطبيب وتحجز موعد وتدخل على الطبيب ويشرح لك إياه، فيقلل وقت الانتظار محمود للناس الموجودين اوريدي في العياده، المريضين اللي يبون يشوفون الطبيب، لانه ما في قدامك خمس مرضى بس يشوفون نتائج التحاليل يقدروا يشوفونها في البيت. بالاضافه لما ذكرت بعض الناس اللي ما عندهم يعني علم بتقنيه معلومات كبار السن الشيء، بامكانك تضيفهم لافراد من اسرتك، وهذا بيؤدي لانك انت تتابع لهم بنفس الوقت، يا اما الاصغار في السن او الكبار في السن. جميل. نمر عنده إضافة جميلة، يسأل عن إن هل هذا الملف الطبي ممكن واحد يربطه بالخارج؟ وبطبيعة الحال أنت ممكن تطلع على كل النتائج سكرين شوت واحد تراوي حق أي دكتور في أي مكان في العالم، صح الكلام؟ يعطيك التقارير والنتائج مالتك كلها موجودة معك على الابليكيشن، أي مكان تسير في الخاص في الخارج موجود على الابليكيشن. طيب في مراحل متقدمة إن شاء الله بتكون ضمن هذا النظام واللي هو عبارة عن الربط الإلكتروني الموحد، إن شاء الله اللي نتمنى يكون على مستوى الدولة وإن شاء الله يكون على مستوى جميع المستشفيات الحكومية والخاصة. بإذن الله نحن شغالين على الموضوع هذا وتسمع أخبار طيبة إن شاء الله يا رب. طيب آخر إضافة تبغي تضيفها أستاذ قاسم؟ شكرا جزيلا على استضافتكم على البرنامج الجميل هذا، جزاكم الله خير. شكرا لك أستاذ قاسم أبو هنطش مدير برنامج سلامة في إدارة تقنية المعلومات. أنا أبغي أعرف أنت ما أخذت تطعيماتك كلها ولا؟ أنا أخذت تطعيم بس مرت بعد. مرت الريال مسكين من كثر ما يمر عندكم في العيادة. مكثر ما يدش العيادة عشان تي. إنزين هني سابقا في المدارس كنا ندرس مادة تحت مسمى مادة العلوم. مو برعي ممكن كانت تعطي معلومات. إنزين أنا بقرأ هذه الرسالة اسمحي لي دكتورة، يقول هل تعلم دكتورة ندى أن ترويجها الخاطئ ليوم الخميس هو يوم للتفسح واللعب، يقول المصطفى أنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صايم. يا أخي شوف الآن هي سامحيني أنا برد عاد الدكتورة لما دكتورة تتكلم عن يوم الخميس وعن يوم الأحد ويوم الأثنين تحاول تعطي جرعة إيجابية للناس زين وبطريقة غير مباشرة أن يا جماعة الخير استمتعوا بهذا اليوم، استمتعوا قدر الإمكان بالأعمال اللي تنجزونها، وهذه يعني الواحد لما يكون مخلص في عمله ولا كذا ممكن أن يتقرب لرب العالمين. هناك الكثير من المواضيع الواحد يتقرب فيها من رب العالمين. ما بتطلع بتقول أنتم ما تعرفون الدكتورة صايمة فاطرة هاليوم شو تسوي في حياته ولا كذا، واحد ما يدري زين. فحلو أن الواحد يشوف المسألة يا جماعة الخير بنظرة إيجابية، وفي برامج دينية متخصصة في هذا المجال هم الأدرى في هذا الموضوع إنه ممكن يتكلمون فيها. لا فضفوك يا محمود شكرا. إنزين دكتور ندى أنت أدرى بثقافة الآباء والأمهات هذه الأيام وتقصيرهم في تربية أطفال، فما بالك بتوعيتهم صحيا؟ يجب على الهيئة التركيز على صحة الأطفال لأنهم جيل المستقبل. اتفق معك أبو عبد الله وشكرا لك على اقتراحك. وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. أزعجني اليوم نمر على الأقل ناصر شوي يعطينا يعطينا زيادة نمر على الوقت على الدقة. عموما شكرا لك نمر محمد عبد على الإخراج المبدع، شكرا لك نجاة السويدي مشكورة، شكرا لك دكتورة ندى، وحتى نلقاكم إن شاء الله غدا نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.